تابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع inov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم. غادي نكتشفوا جميع في البرايم الرابع محمد مهدي مولوه بكرة القدم وطاقته كتجيه من أصوله الفاسية. باقي عاقل كنت كندير هذيك لونتربرونيا من الصغر، كان بحال دابا كنعيط لي شي صاحبي داخل من الخارج كنقول له عافاك جيب لي هاد التليفونات، جيب لي جوج ثلاثة أربعة وكنعاود فيهم البيع ونربح فيهم شي شوية، وبقيت كنشوف أنا هكذاك بديت، زعما ماشي غير جيت وهاد لونتربرونيا تخليها في دماغي. محمد مهدي عمراني 26 سنة من مدينة فاس. في 14 عام مشيت قريت في الانترنا في مكناس كولاج فين كنت كنقرا، كنت ديما كتجي ديك لابوز كنت كنمشي لواحد البلاصه وكنعيطوا لها معقوده توتوبسيون كناخذوها وكناكلوها، وهي واحد اكله بالبطاطا والزيتون والبيض اي سي ان ديليس، شي حاجه اللي باقي حتى اليوم انا بوغ موا معقوده احسن ليا من احسن غيستو. واحد الحاجه اللي كانت اللي ديما باقي علاش انا كنرجع لها لمدينتي وكنموت على مدينتي هي المدينه القديمه. هاد المدينه القديمه هي اللي كتخليني نرتاح، كنمشي لماسوخ اون فادير جو مي ريسورس لا تراديسيون تاعي، كنمشي نشري صرغينه كنمشي ناكل نوغا كنمشي ناكل داكشي اللي انا كبرت معاه اللي كبرت فيه، جو كان توت لينيرجي دو موند اللي ضيعت وكنرتاح وكنشوف صحابي. عندي كلكو فوا واخا ما نهبطش المدينه نمشي نشوف غير لا فيو ديال المدينه ونشرب كويز داتاي مع شي صاحبي وانا كنشوف ديك لا فيو كنرتاح كومبليتمون كن جو مي ريسورس. لا جورني ديالي كتبدا بعدا بان بالاد ديال سيمبا. سيمبا سي مون شيان، سي ان بيرسوناج لوي سول، كنهضر معاه بحال كنهضر على بنادم، ولكن سي ان بيرسوناج خصني في الصباح كنوض كنخرجو وكنخرجو بالليل ملي كنبقى ديال النهار ملي كنكون عييت. سي ان بليزير دافوغ ان شيان، حيت هو وفادير عندك واحد لا غولاسيون افيك لوي ما كيتسنى والو منك من غير هذاك لامور تو لوي بورت. الكرة هي واحد الحاجة اللي كنموت عليها أنا، كرة زعما فرقه الكره نلعب كره يمكن اللي كنلعب جوج ثلاثه المرات في السيمانه، زعما ملي كتقول لي كاين ماتش كره راني انا هو افرح واحد في العالم. اي كره اوسي هي هذيك لا ريفاليتي اللي كتنوض اللي كت توجور انفي دو ميو فيغ، كتكون درتي ماتش ما مزيانش ولكن لو ماتش بروشان كتقول غادي ندير احسن. اي سي كوم سا كو موا جو فوا لا في دو توتي مانيير، لا في فات ديشيك يفوز غولفي دون مانيير او دون اوتر. C'est ma vision de la vie et je pense que c'est la vision de n'importe quel entrepreneur avec ce qui vient de se passer d'ailleurs dans le corona. Je suis allé chez Walidia et je lui ai dit qu'on allait faire ce projet. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est « qu'est-ce que tu penses ?» Je suis allé faire un business plan et je leur ai dit « ha 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 » et ils m'ont dit « non, ça ne peut pas, ça ne peut pas ». Une chose qui m'a donné encore plus d'envie d'aller vers cette idée et de le faire et de le prouver. Je voulais leur prouver que j'avais raison et que le Maghreb bled dans l'entrepreneuriat ou hada. Aujourd'hui, on va dire qu'ils m'aident psychiquement avec du sourire. Ils peuvent comprendre aujourd'hui parce qu'ils commencent à voir le projet prendre forme bien beaucoup plus forme qu'avant. Parce que quand tu hadra aujourd'hui, ma ma chérie hadra. Ou alhamdoulillah. Le premier truc le plus important est le conseil d'un investisseur qui a déjà réussi. اللي غادي يعلمك كي تمشي تجيب الفلوس ماشي اللي غادي يعطيك الفلوس. اي كوم اون دي كيقول لي الوالد كيقول لك شوف ما نجيبلكش حوتها كل نهار اجي نعلمك تصيدها. هذه هي اللي دي اللي انا باغي نمشي مع لي انفستيسور اي جو بونس كيير كو دو تري بونز انفستيسور دو توت لي مانيير. غادي نعطيكم موعد ثلاث جاي مع برايم برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناه دوز. اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم.